السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج كي كنتي كي كنتي كي وليتي. في كل حلقة كنستضيفوا ستة ديال النجوم، ستة ديال النجوم غادي نشوفوا كيفاش كانوا وكيفاش ولاو. كي كنتي كي وليتي غادي نلعبوا ألعاب جديدة هنا في هذا البلاطو، وتحت تصفيقاتكم غادي نستقبلوا النجوم ديالنا، واللي الفريق الأول واللي كيتكون من زكريا غفولي، زكريا مرحبا بك، كلشي بخير؟ كلشي بخير، الله يبارك فيك. ناصر بن عبد الجليل، ناصر مرحبا، صافا تفضل، هذه هي ليكيب ديالك. بريس شانوح، يا شك مرحبا مهدي اول جاي، مهدي عسكري، يلا 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 سير، هند سديدي، هند مرحبا بك، محمد عدلي، زكريا غفولي، ناصر بن عبد الجليل، دريس شالوح، مهدي أزكري، هند سعديدي، محمد عدلي، مرحبا بكم. استاذ تفضل معايا، الله يخليك، تفضل معايا الله يخليك. استاذ شريف اسم محمد، شي وحيده لا عندك، الله يخليك. اولا عرفونا براسكم، شكون انت الاخ؟ مدرب سابق، عندي 45000 مدرب ديال هذا الفريق، هذا مدرب ديال هذا الفريق هذه. وانت فما قريتيش كونطرا؟ لا اشنو فيها مدرب ديال هذا؟ وانا حيت ما باتش لي عندك فورمه ديال المدرب، داكشي علاش. ديالاش ديال القيجي سابق، مرحبا. يلا يلا لي زابطو لي زابطو، بحال هكا فهمتي، بحال هكا يلا شوت عليك، سي سي سي، هو هي هو هي هو، بحال هكا حياة سي، فوالا واحد سكاتة سكاتة، هي يلا هي هو هي هو هو، تعال ندخل معاهم. شكرا، بارك الله فيك. اذا نتوما غتكونوا المدربين ديال الفريقين طيله الحلقه ياك؟ ان شاء الله. مرحبا، يلا الدراري مرحبا، تفضلوا. شكرا، تفضلوا تفضلوا، تعول عليكم الدراري، تيفو دابا الدراري، دابا تيفو الدراري، معول عليكم اليوم الماتش ديالنا. شوف الدراري غادي حداكم الماتش ديالنا اليوم، متاكلوش ليا مع البشر. شوف ها الماتش اليوم واش ساليتي، دخلوا بربعة أربعة أربعة، غتدخلوا بخطة 8 6 جوج جديدة. شوفوا راه في هذا الماتش باش العام الجاي نشتري لكم متولي ودريس الروح. شكرا. إذا كما شفتوا عندكم جوج ديال المدربين طيلة هذه الحلقة، المدرب ديالكم تعرفتوا عليه والمدرب ديالكم تعرفتوا عليه، غادي نشوفوا واش هاد التدريبات غادي تعطي النتيجه طيله هذه الحلقه. كما كتعرفوا كي كنتي كي وليتي كيكون معايا كذلك واحد الشخصيه اللي شخصيا ما عمرني ما شفته، وتا نتوما حتى واحد فيكم ما تعرفوا، وهو تعرف علينا الصغيره والكبيره وحاضر ديما في اي لحظه يقدر يهضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صافا كلشي بخير، الامور هانيه. اهلا سي اللجنه، بارك الله فيك. موجودين موجودين، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف ديالك. كيف ما العاده اخا هشام، انا عيطت باش نعطي بزاف ديال التعليمات للضيوف ديالك باش يحترمهم في المسابقات ديالنا. أيه. وكيف ما العاده غادي نبدا بممنوع الغش، ثانيا ممنوع القميش، ثالثا ممنوع التغوبيش والتغانيش، رابعا ممنوع التدخين، خامسا ممنوع رمي الازبال، واخيرا ممنوع الطلق، والرزق على الله. شكرا سي اللجنه، وردوا البال بلاتي تنكمل هضرتي، الله يرضي عليكم ما تقطعونيش، راني عصابي، الله يجازيكم بخير. تفضل سي اللجنه اسمح لينا. راه عندي الدوسي ديال كل واحد فيهم فعلا، وفي كل مره غادي نعطيك دوسي على واحد. شكرا سي اللجنه، هذا مضمون فيك، وحنا هذا الشيء اللي تنتسناو منك. هند بغيتي تقول لي شي حاجه؟ بغيت نقول واحد الحاجه، واش نقدروا نغشوا غير واحد شويه وما يمكنش؟ لا شوف
سي الجنه في المساء. لا غش. لا سي الا قدرتي تغشي بلا ما يشوفك سي الجنه هذه هضره اخرى. نغشو مرحبا بكم. داخله سخونه. داخله سخونه مع ولات غشين. هند لاباس عليك؟ الحمد لله. واش بيق واش هند مولفه تتغش فاش كنتي تقراي؟ في القرايه؟ لا القرايه لا ولكن اللعب ما يمكنش ما لا زعما في القرايه ما عمرك ما نقلتي؟ لا لا والو. لا لا والله لا انا هذه هي المشكله ديالي كنت دائما بارمي لي بروميي هذه هي المشكله وهذه مشكله. اليوم هي بغات تغش فهمتي اليوم معاول دونك خاصني نغش في شي حاجه لقيت اللعب هو الحاجه الوحيده اللي ممكن نغش فيها. بصح اللعب هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تغشي فيها. حنا الان ما غاديش نغشوا معاك غادي نحاولوا ندوزوا لك اولى الصور ديالك في القناه الثانيه ونرجعوا. هيا نحيي هيا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي هيا نحيي يا ربي يا ربي يا ربي شاهدنا كانت مقتطفة من مسرحية زنقة 14 أول عمل تصور القناة الثانية ديال هند السعديدي. هند أختي ضعفيتي من هنا لهنا. لا هذه قبل ما ندير عملية التجميل. ياك إذا سكوب هند السعديدي قامت بعملية ديال هي وإليسا. هي وإليسا بحال بحال. هند تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. مسرحية اللي شاهدنا زنقة 14 كنتي متميزة ومتألقة فيها كما العادة بحال كاع الأدوار اللي شاهدنا فيها. شكرا. كيفاش هند كتوفق في اداء مثل هذه الشخصيات مثلا؟ هي بكل بساطه يعني كتلقى المتعه في انك تادي واحد الدور ملي كتكون المتعه دونك كيكون معها الابداع وهذا هو اللي كيوقع ملي كنكون انا مثلا فوق خشبه المسرح وكيتعطاني واحد الدور كنحاول ما امكن انني نستمتع واني كناديه. نعم. داكشي علاش ربما كيكون شي حاجه دو بلوس في هذاك لو رول كتكوني صادقه في اداء يمكن هذاكشي علاش كيكون صدق اكثر لانك تكون المتعه كذلك معه. تبارك الله عليك. الله يبارك. كانت هذه اولى الصور اللي شاهدنا ديال هند السعديدي. مشاهدينا جا الان الوقت اللي غادي ندوزو فيه لاول لعبه في البرنامج واللي هي لعبه الباسكت المجنون. مشاهدينا وصلنا لاول لعبه واللي هي لعبه الباسكت المجنون. علاش مجنون؟ لانه باسكت ماشي بحال الباسكت اللي تنعرفو كره السله كنعرفوها كتلعب في جوج ديال البانيه. هنا عندنا اربعه ديال البانيه جوج ديال المشاركين من كل فريق غادي يكون عندهم تحدي كيخصهم يماركيو اكبر قدر ديال كواري بحال هادي وبحال هادي ولكن المهمه ما غتكونش عندهم سهله لانه في الوقت اللي غادي يبغي واحد يماركي الاخر كيجرو باش يماركي حتى هو. غادي نشوفوا شكون هو الفريق اللي غادي يماركي اكبر عدد من النقاط ونعطيو انطلاقه. ثلاثه جوج واحد توب. المكان ديالو. اذا النهايه ديال اللعبه هي هذه. غادي نشوفوا كل فريق شحال ماركه من نقطه وغادي نمشيو المهدي وغادي نحسبوا. بغيت الجمهور يحسب معايا.
في السطح انه يماركي 8 ديال الكرات. ما عرفتش شحال انا كذا. غادي نشوفوا محمد عدلي شحال غادي ماركي. واحد جوج ثلاثة أربعة جوج خمسة جوج ستة سبعة ثمانية تسعود. إذن ثمانية تسعود زائد ثمانية 17 نقطة عند الفريق الأول. غادي نشوفوا الفريق الثاني شحال. غنجيو لهنا فوالا. وي 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 عطيه. غادي نشوفوا دريس شحال ماركة. زمر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11. اي دريس كي ماركي دريس كي ماركي 11. غادي نشوفوا شحال ناصر بن عبد الجليل ماركه. واحد اذن الان سلجنا سلجنا واش كتسمعني؟ كنسمعك هشام. اولا شنو تعليقك على هذه اللعبه هذه؟ نايضه خطيفه اخويا هذه اول حاجه. ثاني حاجه نورمالمون انا خصني نحسب شكون اللي بحال تدير خدمتي. لا شوف الا قدرتي انك تجي انا عارفك انت ما تتبغيش تبان ما عنديش عليك الادوار. ولكن استشر معايا قبل ما تدير الحاجه على اين باش ما نضيعوش الوقت بزاف. غادي نعطيك شكون هو الفريق اللي ربح في هذه اللعبه هذه. نعم. ب 17 نقطه مقابل 12 الفريق الاخر. دوك الفريق ديال محمد عدلي هما اللي جابوا 17 نقطه والفريق ديال دريس عندهم 12 نقطه. اذا الثاني فريق ديال هند السعديدي مهدي ايس كريم محمد عدلي هما اللي كيفوزوا بهذه اللعبه هذه. غادي نرجعوا مشاهدينا بعد هذا الفاصل ونشوفوا بقيه الحلقه. مشاهدينا كانت هذه اللعبة ديال باسكيت المجنون كما لاحظتوا اللي تفوق فيها الفريق ديال محمد عدلي هند السعديدي ومهدي أزكري. برافو عليهم. حين أنه زكريا غفولي نصر بن عبد الجليل ودريس شالوح ما وافقهمش الحظ. أنا حاجة وحدة في إطار التحليل بلاتي في إطار التحليل ديال هذه اللعبة هذه فرق شاسع ماركاهم بزاف ديال النقاط عليكم. انا ما فهمتش نصر بن عبد الجليل تسلقتي لفيريس مشيتي للبول نور وماركيتي نقطه واحده. شوف مين فسرتي اللعبه. ما تسلقتي ولكن هو مولف على الجبال ياك. سنبعدوا على سطح البحر سنطلعوا لفوق. طلع لفوق بصح. دابا انت شوف شفنا الاولى زعما هي الباسكيت قدره اللياقه البدنيه كانش تحب ليا انا راه الجران وكنت انا السي مهدي كون. لا 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 كرحمه الله واخا لعبت الجايه الفرق ديالكم ما فكرت مزيان الحمد لله خلاص مع المرات الجايه. سي هشام تيقولوا الاهم هو المشاركه هادشي اللي درت اليوم. طبيعه الحال المهم هو المشاركه. برافو عليك. ولكن هذه المشاركه اسمح لي يا هشام كيقول لك حد اللي ما راضيش بيان سور هذاك الخاسر داك الخاسر تيقول لك المهم صراحه هو المشاركه. انا بغيت نشوف غير المدربين ديالكم اشنو غتكون ردات الفعل. اللي قلنا حمرنا لك جبتوني دجاج ما عرفتش شويه ولا غنبيعو ونشري هذه الميلود دراري. شوف 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 شكونوا واضحين واش كنتي اونترينور قدي انا وصافي اصاحبي ضرب لي على ليموني ليموني ويا المدرب ديالنا حنا غادي مزيان. شاف دراري دراري خط الميطا الاولى دارت الميطا الثاني غتلعبوا خطه اخرى 10 10 6 انت القدام هذا الوسط انت عندك الوزن مقابر الا طرات شي حاجه حمال الغوات انا غنشوف. يلاه لا واه لا واه ان شاء الله كلكم غتباعوا جمله صافي مزيان. سخيتي بينا جمله. لا ماشي سخيت بكم القضيه فيها العاقه وكذا وراك عارف اللي كاين. يلا مدرب في العالم. يلا نواصلوا ونشوفوا الصور المواليه. الصور ديال واحد الفنان اللي شق طريقه بشويه بشويه ولكن بخطوات ثابته. الصور ديال زكريا الغفولي ونرجعوا. اسم زكريا الغفولي سن 25 سنه شاركت في اقصائيه استوديو زام.
كنت عندي 5 سنين تقريبا. كنت كان عندي حبيبي اللي كيغني وكنت كنسمعو بزاف وداك الشيء. ومن بعد التحقت لجمعية رسالة للتربية والتخييم اللي تعلمت فيها مجموعة من المسائل في الموسيقى والموشحات والأناشيد الدينية. المغني المفضل عندي هو الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب، لأنه كيمثل واحد المدرسة كبيرة للعرب كلهم نظرا للريبيرتوار الكبير ديالو. يا جرحي واليوم اليوم تهديت ندالي بيا ولا بيك. يا جرحي واليوم اليوم تهديت. زكريا الغفولي. زكريا تبارك الله. لا البانيو فيه البصله والبطاطا. لا لا ما فهمتوش البانيو. لا البانيو هنا كان في محل آلة الايقاع. لا لا هو كنا كنفكروا في ان بلان مع انا والوالده. قال لي زعما انت والوالده ديالك واش كتعاوننا في شي حاجه؟ قالت لي مره كيعاونني في الطبخ. ايوا كانت كتنقي البصله والبطاطا. وداك البانيو اصلا بقى تاريخي دابا اللي كيعقل عليا كيعقل على داك البانيو. لا بصح هاد القضيه واش زكريا كيعاون في الطبخ؟ واش كتعاون؟ اه كنعاون كنعاون. كطيب شويه. هو راه باين تبارك الله بلا ما. زكريا تبدلتي؟ وي تبدلتي وزدتي في الوزن بزاف. وي كيفاش زعما؟ كيعاون وتيدور. دوقان هو كيطيب كيعاون بزاف. هو فعلا يعني ماشي هملت راسي يعني بحكم العمل اللي كان عندي وبحكم من بعد مني تفرغت للموسيقى وكنت كنحاول نوازن ما بين العمل والموسيقى. كانت شويه القضيه صعيبه ما كانش كنلقى الوقت المناسب للرياضه، ولكن ان شاء الله كان واعد الجمهور انني غنتبدل ان شاء الله في الوزن. زكريا غفولي حله جديده ان شاء الله. زكريا غفولي مثال الفنان المجتهد واللي اصر، وانا كنسطر على هذه الكلمه بالاحمر باش يوصل، لانه واحد القضيه اللي ما تعرفوهاش بزاف ديال الناس، قبل من المرور ديالو في ستوديو دوزام دوز في مدينه فاس وما تقبلش، ودوز في مدينه الدار البيضاء وما تقبلش، ومشى حتى لمدينه العيون. يعني الاصرار ديالك ما تعتقتيش. الحمد لله تبارك الله. الله يبارك فيك. منين جاتك هذه القوه ديال انك بغيتي خصك توصل خصك توصل؟ انا كنت الانسان اللي كيكون عارف عنده واحد الموهبه وعنده واحد القوه يعني في الداخل ديالو تيقول علاش يعني ما ييأسش الانسان. ودوزت والحمد لله ربي جاب التيسير. وبالعزيمه وبالاصرار الفنان كيوصل له، يعني ماشي فقط غير بالاراده، يعني غير بغيت نكون غير مغني، لا خاصك يعني دير وتكون مصر ويكون عندك طموح باش توصل. والحمد لله تبارك الله عليكم. غير استوديو دوزام شاركتي في برنامج كذلك ذا وينر ايز واللي بنتي فيه بواحد الشكل اللي مشرف. الحمد لله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الشكل ديال زكريا غفولي تا هو تبدل الكويبا عاوتاني نيو لوك. ها الاغنيه ديالك زوينه الاخرى واش عرفتوها؟ لواه لواه. نسمعوا منها شي مقطع. يلا سير. يلا عطينا زكريا. كان كلشي غني معايا. بغيتك تكون احلالي يا العمر يا دلالي يا الغزاله ديالي يا نور عيني. بغيتك تكون احلالي يا العمر يا دلالي يا الغزاله ديالي يا نور عيني. الا وهلا وهلا لا الا وهلا الا وهلا سيدي الا وهلا الا وهلا وهلا الا وهلا الا وهلا سيدي الا وهلا. وبغيتك تكون احلالي يا العمر يا دلالي يا الغزاله ديالي يا نور عيني. شكرا. زكريا غفولي. زكريا زكريا مازال ما تزوجتيش؟ مازال. وشكون هي هذه اللي بغيتها تكون حلالك؟ جايه في المستقبل. جايه في المستقبل. واش كاينه بعدا؟ لا مازال. مازال كتقلب عليها؟ مازال كنقلب عليها. دابا غير هي كاينه ادريس. كاينه ولا كنقلب عليها. جايه في الطريق. انا كتفرج فيا دابا واقيلا. غنتسناو شي ديسك جديد ديال زكريا فيه راه كنقلب عليها شي حاجه بحال هكا. لقيتها مسعرها. يلا نواصلوا وندوزوا لثاني لعبه في البرنامج واللي هي لعبه لو بوزل جيون. مشاهدينا اللعبه الثانيه اللي هي لعبه لو بوزل جيون اللي غادي يشاركوا فيها الفرق بجوج. غادي يكون مطلوب منهم كيف ما كتلاحظوا عندنا جوج ديال الصور مركبه، غادي يكون مخربقين، غادي يكون مطلوب منهم باش كل واحد يصايب التصويره ديالو ويعطيونا الصوره النهائيه. الصور اللي عندهم كما كتلاحظوا في كل خطره كنحاولوا نديروا جوج ديال الرسوم المتحركه اللي تفرجنا فيهم وتفرجتوا فيهم كذلك. الصوره الاولى اللي على اليسار ديالي هي ديال بوباي، اكيد انكم عقلتوا على بوباي، هي على هذا الشكل هذا فوالا السبانخ. الصورة الثانية اللي على اليسار ديالي اللي هي سلاحف النينجا توختي نينجا صحاب البيتزا صحاب البيتزا
إذن قبل ما نعرفوا شكون الفريق اللي غادي يلعب باش نعرفوا شكون الفريق اللي غادي ياخذ الصويره غادي نديروا بيل او فاس نتوما شنو كتختاروا الصوره فوالا فاس غادي نشوفوا الان هوب صوره قمر الجماعه بالتالي نتوما اللي غيكون عندكم الاختيار باش غتختاروا شنو هي الصوره اللي بغيتوا بسرعه هذه غتختاروا هنا دونك غادي نخلي لكم نتوما غتلعبوا على هذه الصوره هذه غادي نعطيكم 10 ديال الثواني صور باش تشوفوها وغادي تردوا عليا بالزربه شوف عندك الرجل هنا هي الاولى شكرا صافي انتهى الوقت انتهى الوقت شكرا هادو هما التصاور يلا نعطيو انطلاقه عندكم مده زمنيه ديال دقيقه حاولوا تكونوا اسرع واكثر دقه 3 2 1 توب يلا سير جيب شوف نصر نصر خاصكم تصيبوها هكا كتشوف هكا التصويره تلخرهم قلبوها تلخرهم قلبوها مهدي خاصكم التصويره خاصكم تصيبوها هكا خاصكم كتشوف هكا ثلاث ثلاث سنين حاولوا تسرعوا وقت قدامكم 20 ثانية هاي 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 5 4 3 انا وهله تطلب معايا انتم الفريق الاول هنا هذه اصلا سهله الفريق الثاني خليكم كل واحد يوقف امام الصوره ديالو هادي سهل وغادي نشوفوا النتيجه اللي وصلتوا ليها فالان كنظن بانه الصوره الاولى كوبل والله هادي فيها كوبل هنا راه 12 ما كاينين الصوره الاولى مكتمله قسما بالله الا طلعت زيتونه اذا الصوره هي هادي الفريق الاول توفق الفريق الثاني بلا لا بلاتي شوف اولا كما حنا درنا الفلس زهركم جات فيكم هذا زهرنا نفلس جات فيكم هذه الصوره هذه بالتالي سلجنا اهلا وسهلا نعم كيفاش نعرف برافو عليكم بعدا ما عندي ما يسالكم الفريق اللي فيه دريس وناصر وزكريا برافو عليكم ولكن انا داروا هما خدموا شويه ديال القوالب نعم خدموا شويه ديال القوالب علاش لانه قبل ما نبداو كانوا بداو تيبلانيو ليها كيفاش غادي يصوبوها يعني هما موجودين ولكن السي الجنه ما كناش عارفين اين التصويره غادي تجي فيهم بالتالي من مورا لا لا مزيان مزيان ما يسالش ماشي مشكل فكرنا والاخرين اخويا الفريق ديال هند السعديدي ومهدي ومحمد عزلي وافقوا شويه لا ولكن انا بغيت نقول واحد الكومونتير نعم المهم هو المشاركه راه غتخرج عليك هذا المهم هو المشاركه فعلا يلا كاين الرباح وكاين الخساره خصكم تربحوا انا عوضوها شفنا بين داك الالعاب اللي فيهم الجدره تيربحوا الالعاب اللي فيهم شويه التفكير زعما بغيتي تقول ناصر 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 بغيتي تقول كاين اللي قاري كاين لا كاين اللي قاري وكاين اللي ما قاريش هادشي اللي بغيتي تقول هادشي اللي بغا يقول شوف 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 مازال لا لا بلاتي انت دابا باقي ما ساليناش باقي اللعاب راه ما تلعبوا راه باغيين تعوضوا ان شاء الله عرفتي سبحان الله العظيم سي الجنه كنقول داكشي اللي عرفتي يلا بغيت من وين نقولها هو قول لهم يمشيو لبلاصتهم سبحان الله تبارك الله مشاهدينا اللعبه اللي شاهدتوا لعبه لو بوز جيون كما لاحظتوا فاز فيها زكريا غفولي ناصر بن عبد الجليل ودريس شالوك الفريق الثاني ما توفقش ما تفرحوش بزاف ما
مازال عندكم مازال عندكم مجموعه من الالعاب فين ممكن تداركوا الموقف. الان فزتوا باللعبه الاولى، فازوا باللعبه الثانيه، ومازال عندنا العاب اخرين غادي نشوفوا شكون غادي يفوز فيهم. قبل ما نشوفوا الصور المواليه بغيت نهضر مع ناصر بن عبد الجليل. لاباس عليك؟ الحمد لله. ناصر، اكتشفوك المغاربه في اطار التحديات والمغامرات، انت اول مغربي وصلتي للقمه ديال الايفيرست. بصح هاد القضيه لا بصح صحيت حيت بزاف ديال الناس كيقولوا راه حنا ما كناش معاه وما كان معاه حتى واحد، راه هو اللي قال لينا يجيو معايا المره الجايه. ياه، هاد النوع ديال التحديات ناصر كيفاش؟ انا كنعرفك بانك كنتي تشتغل في لابونك، كنتي اطار بنكي ياك. واحد النهار قررتي انك تخلي هاد الشيء ومشيتي تغامر. كيفاش جاتك هاد الفكره هادي؟ وانا بديت التحدي في عام 2003، كنت في اطار بنكي وكان معايا في البيرو واحد السيد من النمسا وكان هو دار، كان عنده 23 سنه وكان دار ليفريست في ذاك السن، وبدا تيهضر لي على رياضه تسلق الجبال. نعم. وقلت غنبدا، علاش لا، كنت من قبل تندير ماراثونات وترياتلون، وقلت غنبدا تسلق الجبال. ومشيت مع فرنسا في الاول، في درت لو مون بلون، وكنت كل عامين بحال هكاك تندير شي جبل جديد، ودرت واحد التحدي سميتو تحدي السبع جبال، هو تسلق اعلى جبل في كل قاره. مشيت لامريكا الشماليه في 2005، وامريكا الجنوبيه في 2007، وفي 2013 نصر انا عندي لك واحد التحدي. انت درتي السبع جبال، انا نعطيك تسلق سبعه رجال في مراكش. اش بان لك نصر بن عبد الجليل؟ غادي نشاهدوا الصور ديالو ونرجعوا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. فاز مراكن، اول مغربي على قمه العالم ليفريست. ان شاء الله يكونوا خدع اخرين. ناصر بن عبد الجليل، اول مغربي اللي وصل الرايه المغربيه لقمه الايفيرست. مهمه ماشي سهله، وكما كتلاحظوا من خلال الصور، يعني اول حاجه درتي هي انك صليتي، ولكن كنتي سخفان. حيت على قمه الايفيرست ما كاينش الاكسجين بحال هنا، كاين 30% ديال الاكسجين اللي تنتنفسوا هنا، دونك ما تلقاش تهضر، ما تلقاش تتكلم، خصك تتكلم بشويه. وكنت نعاون ناخذ نفسيه كل مره تنقول شي كلمه، واش علاش شفتوني شويه حتى وجهي كان احمر. تبارك الله عليك ناصر. هشام. نعم. انا كنتسلق. اش كتسلق؟ كنتسلق في الحمام. واش متسلق؟ متسلق. لا ناصر تبارك الله عليك، زعما حنا هذا النوع من الرياضات ما مولفينش به، هو ربما كاين بزاف في اوروب وفي الخارج كاينين ناس اللي مختصين في هذه الرياضات، ولكن حنا في المغرب بالرغم من انه عندنا جبل تبقال وعندنا لوكيمدن، اجي متاكد هذا التصاور ماشي في لوكيمدن. انا بان لي هذاك الشعار فون فير جرين سكرين. لا 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 انكريست. لا لا فعلا. وتحدي اخر قام به ناصر بن عبد الجليل هو التحدي الاخير ديالك، كنتي مشيتي للقطب الشمالي، لو بول نور. القطب الشمالي حتى هو تحدي كل مغامر تيبغي يديرو من بعد ليفريست. القطب الشمالي، القطب الجنوبي ان شاء الله العام الجاي، وكل شيء داز مزيان. حتى هو كانت اول، كانت الرايه المغربيه تورف ريفوالا قمه العالم. يلا مشاهدينا غادي ندوزو الفقره اللي ولفتوها، ولفتو كتكتشفوا فيها في كل خطره موهبه من المواهب اللي عندنا، واللي ربما ما لقاوش فرصه في بلايص اخرين، كنحاولوا نعطيوهم فرصه فين تعرفوا عليهم وتكتشفوهم. دابا غادي نقدم لكم واحد الشاب اللي جا باش يعطينا سكتش ديالو، وبغيتكم تعاونوه بزاف وتصفقوا عليه بزاف، لانه كما كتلاحظوا الخطوه الاولى والمرور الاول امام الكاميرا ماشي سهل. بغيتكم تصفقوا بزاف على سعد. مبروك. مرحبا. عقلت فاش كنا صغار كانت الوالده كدير شلاضه بنينه بالمايونيز وكتبزز عليك تاكل الباربه. انا اليوم هو الباربه، بزز غتفرجوا فيا. ما حدنا داوين على الصغر، غندوي لكم على اصغر مجرم جري عرفته في صغري في الابتدائي. سامي. سامي كان واحد طولانطي كبير، عاقل على اول طولانطيت ديالو دارها مع الاستاذه ديال الفرنسي. سامي
peux-tu conjuguer le verbe dire au présent? Le verbe dire. Droka. Je peux dire. Je peux dire. Je peux dire. Non, Samy. Non, Samy. Le verbe dire au présent, ça commence par je dis. Ok. Jeudi. Vendredi. Samedi. من مورا كاين نهايه اسبوع بغيت نتلاقاو كان واحد ليامات بغى يضرب فلوس لباه الفكره اللي لقى عيط لباه دار راسه مخطوف الو سي عبد المولى خطفنا لك ولدك ولا بغيتيه عطينا 10000 ريال باه هو يجاوبو تياكل ايه تيشرب ايه تينعس ايه تعطيوني 6000 وتجيو تجيو خوه طلعوا لي براسي الوحيد اللي كان كيقضي عليه هو واحد استاذ ديال العربيه كان عندنا قبيح كندخلوا الصباح كازين وكتلقى مخبي يديه في واحد اللحيه درس اليوم عباره عن سفر طويل في الشعر الحر بحثا عن الجمال اول واحد اخترع التركيبه الرباعيه هو ذاك الاستاذ كان تيقول لنا محفوظات منسيات تلاميذ مسلوخات مع الاخ ديالكم شبعان زهر ديما كتلقاني مع اخطر المجرمين كنتسنى في نوبتي العصا وقلبت على شي حلول لقيت الحل الاول هو الزربه كنوقف كنشوف فيه شفت رجل واحد كنزير الفوق وكنرخف لتحت بديت كنقلب شفت الجهه ديال اللي شفت هنا بانت لي الغبره ديال الطباشير قلت غنلو حد الضاله كنت في الاولى كنت في الثانيه وتنهبط تنعجن مزيان كنمشي عنده وقفه رجلين واحد دك 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 ثالثه كيطيح حساس الرابع كيضرب الديفو كطلع غبابر الكاياس كيولي كلشي كيبان ليا بعرض البطيء كنحس الترفيقه الاولى الله يرحم باك الى حرق جد باباك الكل فايد من النار تا حاجه ما صدقات الحمد لله الحمد لله وليت كناكل العصا وكنطلق لاكلين كنضرب الاولى الثانيه الثالثه زيدك ديال الفابور كنمشي كنجري القماطر لاكلين لاكلين شكرا شكرا سعد مبروك سعد تبارك الله عليك برافو عليك شكرا بزاف وزورنا مره مره حنا كنتسناو الجديد ديالك كاين العشاء كاين العشاء واقيلا باقي ما تعشيتي غسلي تجي ونجي مرحبا سعد مبروك يلا مشاهدينا ونواصلوا صور المواليه ديال الضيوف اللي معنا غادي ندوزوا للصور ديال الثنائي دريس ومهدي ونرجعوا بلاتي سمحوا لي قبل ما نبدا تكون فاطمه بن قرير مولف الستاندار اللي عنده شي تليفون يطفيه ما تخافوش راه ما كاينينش شفاره حيت كاينين شي وحدين ما كيتفاهموش ليا كيتشفر لهم التليفون ديالهم قدام عينيهم وكيعيطوا للنمره ديالهم عند راسهم راه صفر ولد الناس غيتفاهم معاهم ما فهمتش هاد القضيه الو السلام عليكم عليكم السلام خويا انت اللي شفرتيني دابا لا يا وادا ياك ما تقلقتي مني ولا شي حاجه الله يودي القى ما احسن منكم عرفت كتقول سيدي والله كون ما عرفتك ولد الناس والله ما نشفرك بالله بارك الله فيك اخويا المهم ان شاء الله دوزتي من الجهه غنشري واحد البورطاب جديد مرحبا اخويا نكون في الزنقطوني مرحبا اخويا مرحبا ما نزقلكش ان شاء الله اخويا ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك ما كتفهموش ليه كتشفر لهم بورطاب ديال 7000 درهم كيبغي يبرد على راسو يقول الله ما بقى فيا البورطابل بقات فيا على بوس فيها النمره ديال خويا الصغير شحال ديال هاد النمره كاع